قادر ينظم كاس العالم، ولكن كاين واحد المساله في الشعب عندنا، خص الشعب يعاود راسه. هذا هو المشكل اللي عندنا. حنا المغرب قادر، وعندنا الحمد لله بلاد زوينه، وعندنا اللي ما تسالش المغرب ما شافش المغرب. اول حاجه دي اللي تيقول لك شحال من واحد انا في طنجه ما تعرف تسعه طنجه وهي المغرب، تسال المغرب شو المغرب كيفاش داير. وعندنا مؤهلات كبيره لتنظيم كاس العالم، ولكن عندنا مشكل في الشعب. الشعب خصو يتنظم شويه، تيكون مباراه تكون هذه تكون هذه، تكون عندنا شغب، عندنا باقي عندنا هذا الفيسا خصو يتحيد وقادر يتنظم ويتنظم احسن الدول كاع. انا تنفتخر بهذه القضيه، هذه كمغربي تنفتخر بها. عندنا ملك زوين والحمد لله، ما خصنا حتى خير الحمد لله. المغرب ما يقدرش ينافس الولايات المتحده الامريكيه في استضافه كاس العالم، لان البنيه التحتيه هناك فرق شاسع ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه من ناحيه ديال الملاعب والطاقه الاستيعابيه ووسائل النقل والمواصلات وداكشي. يعني من هذه الناحيه المغرب ما يقدرش زعما ينافس الملف مشترك مع كندا المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. قادر يحتضن حسب المغرب دولة كبيرة وحقق بزاف الإنجازات وشارك وعنده ملاعب كبيرة، وإن شاء الله يكون الخير في 2026 إن شاء الله. المغرب هو اللي عينض. المغرب مجهزة بكل حاجة، يعني عندنا الملاعب، عندنا يعني المدن ديالنا تبدلت، الشوارع يعني الجو ديالها مزيان، السياحة يعني عندنا من أي حاجة عندنا في المغرب، فهمتي؟ حنا موفرين كل حاجة، يعني نستحقوا حنا يكون عندنا مثلا كون تأهلوا، يكون عندنا مثلا الكأس العالمي يتأهلنا هنا، والمونديال عاود ديالنا عاود مرفوع فوق الراس، وحنا فرحانين كاملين، فهمتي؟ المغرب زايد القدام ماشي يعني مأخرة، المغرب زايد القدام إن شاء الله، وما يكون على خير إن شاء الله. الملاعب عندنا ملاعب مزيونين، والدولة خسرة عليهم واحد المبلغ كبير، فهمتي؟ كاين الدول أخرين كيهضروا عليه، الجزائر كلشي كيهضر على المغرب. الله كاين ملاعب، كاين ملاعب مستوى، كاين في وجده، كاين في اكادير، كاين في كازا، كاين في تطوان. هاي كازا راه شي ثلاثه ملاعب، المهم داكشي في مستوى. عندنا مؤهلات، عندنا مؤهلات وعندنا خيرات اللي ما تتحصاش كاع، ما كايناش شي بلاد، ما كايناش شي دوله كاع. عندنا الاحترام، عندنا كلشي، عندنا الناس، ولكن المسؤولين الله يديهم. المغرب زوين وفيه الامان بزاف، يعني حيت باني انا كنت عايشه في ليبيا وشفت الحرب وداكشي اللي كيكون وقع في الحرب، يعني الامان كاين بزاف في المغرب. الملاعب يعني كاين، بداو الحمد لله كيوجدوا لنا يعني ملاعب، كاينين، كاينه ناس اللي يقدروا يستضفوا الناس اللي يجيو عندنا المغرب، يشوفوا المغرب كيفاش هو، يعني زوين وواعر. المغرب عنده مؤهلات بشريه وما عندوش مؤهلات باغيزوم لي زانفراستركتور باش انهم يحتضنهم. الا درتي مقارنه مع الملاعب اللي كاينين دابا في ديال الولايات المتحده الامريكيه ولا ديال كندا، راه ماشي هو بحال مركب محمد الخامس ولا ديال اكادير، فيه فواحد المواصفات والمعايير اللي شويه زايدين عليه. المغرب عنده المؤهلات باش يتصوب كاس العالم، لان عنده الملاعب وعنده الجمهور وعنده لعابه مزيانين، كل شيء مزيان الحمد لله في بلادنا. ما دارك انه يستطع ينظم كاس العالم لا بالعكس، يعني كنشوف انا كاين تحسن، والمغرب ديالنا ماشي للقدام وكاين تحسنات كبيره. يعني هناك كامبو جديد في تطوان، يعني ماشي يمكن بزاف الحاجات غادي يكونوا، غادي يكون الكره ان شاء الله الاحسن، ماشي زعما الله ينصر سيدنا. يعني كامل مشاريع والمغرب ماشي القدام مزيان، وتطوان رجع في احسن يعني حله، كتعجبنا دابا تطوان وكنتمنوا له الشفاء العاجل، راه في القلب ديالنا.